السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أوضح لكم الطريقة الصحيحة للوضوء. أول شيء نأخذ ماء نظيفا، ننوي بقلبنا ونقول بسم الله، وبعدها نغسل يدينا 3 مرات ونمضمض 3 مرات وننتثر 3 مرات، نستنشق باليمنى ونستنشق باليسرى، ونغسل وجهنا 3 مرات، ونغسل يدينا من إلى المرافق 3 مرات، ونبدأ باليمنى، ونمسح رأسنا 1 مرة، ونمسح أذنينا 1 مرة بنفس الماء الذي مسحنا به رأسنا، ونغسل رجلينا إلى الكعبين 3 مرات، ونبدأ باليمنى. والآن سوف نقوم بتطبيق عمليات الوضوء. بسم الله.